في الإطار. أي مرحبا بك. حبينا اليوم نقطة بداية الاحتفالات بالذكرى 43 لتأسيس أول محطة سياحية مندمجة اللي هي مرسى قنطاوي. حبيناها العودة تكون بداية من العادات والتقاليد الموروث الثقافي. كانت خرج السيد القنطاوي انطلاقا من الولي صالح السيد القنطاوي مرورا بمدخل المنطقة السياحية وصولا إلى الميناء. هذه هي بداية الاحتفالات. إن شاء الله تكون كبداية مرحلة التعافي، وإن شاء الله يجي يكون أحسن وخير للمحطة السياحية السوسة وللسياحة عموما. يعطيك الصحة سي السيد رئيس مدير عام المحطة السوسة السياحية. أهلا وسهلا. ظهر لي الاحتفالات مش كان اليوم، تتواصل حتى نهار الاثنين. هي تمتد على امتداد الموسم السياحي كامل إن شاء الله. على امتداد الموسم. برشا نقاط وبرشا برامج، وإن شاء الله معناها هذه كما قالت هذه نقطة البداية. نهار الاثنين عندنا ندوة حول الإعلام السياحي في ملعب الجولف، عندنا عدة أنشطة حتى كي تفرج آخر سنة، وإن شاء الله مبروك علينا الاحتفالات هذه.